السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا شباب؟ عاملين إن شاء الله تكونوا بخير. في بس معلومة مهمة جدا حبيت أكلمكم فيها، شفتها في كام عربية وكانت طلع من كام عربية بمشكلة، وكان مراكز الصيانة اللي بتروح العربيات كانوا بيطلبوا منهم تكلفة صيانة غالية جدا لحاجات مش محتاجينها. كان المشكلة اللي بتحصل كالتالي: حد سايق العربية بعد صيانة، بعد أي حاجة، بعد غيار زيت، ويجي ماشي بالعربية يلاقي العربية فيها اهتزاز قوي جدا في الماكينة، بعدين يجي يضغط عليها أو يمشي، تبدأ تطلع له رسالة درايف ترين مالفانكشن، وتبدأ إن هي العربية ماكينة طبعا عزم مفيش زي ما انتم شايفين. طبعا بيروح بالعربية يكشف، بيلاقي ايرور مثلا طالع مسجل مثلا إن التربو في مشكلة تبع التربو. أول حاجة الناس بتطلبها من صاحب العربيه بيقول له عايزين حساس تربو. ادي اول نقطه، انا يعني مش عارف انا على ايه. وبعد كده بقى اللي بيدخله في مواويل تانيه خالص، يعني تكاليف تانيه خالص. لما جيت بصيت مع الناس على العربيه لقيت ان انت عندك الفاكيوم بامب داخله ليها هوز داخل على شامبر او غرفه في الكفر بتاع المحرك، يعني الكفر اللي عليه لوجو بي ام دبليو اللي على المحرك في الماكينه 1600 بالذات. الكفر دوت داخل فيه خرطوم وطالع منه خرطوم، فاللي حد فك الغطاء ينظف او يفك الغطاء الكفر بتاع المحرك، ما ركبش الهوز الخلفي اللي في الكفر دوت، فاصبح ان الهوز اللي طالع من الغرفه ديت داخل على الويست جيت بتاع التربو مش واصل، مش شغال. فهي دي المشكله. بكل بساطه ركبنا الهوز نفسه في الكفر بتاع المحرك في الفاكيوم شامبر دي او غرفه السحب دي، العربيه اتعدلت تماما والمشكله اتحلت والرساله والامور تمام الحمد لله. والكلام دوت على مدار كام يوم مفيش منها اي مشكله. تمام، انا حبيت انبهكم والفت انتباهكم على النقطه دي، مهمه جدا. اللي عنده الماكينه 1600 316 النقطه دي لو ظهرت معاه بعد صيانه بعد حاجه يتاكد ان الفاكيوم هوز راكب في الكفر بتاع المحرك. تمام، الفاكيوم هوز راكب في الكفر، دي نقطه مهمه انا بس حبيت اقولها للناس معلومه سريعه كده، لان بصراحه الموضوع بيدخل في تكلفه عاليه جدا وملوش لازمه، يعني بيبقى العيب انت رايح تصلح حاجه اساسا مش هي سبب العطل. فانا حبيت بس اشيرها مع الناس كده، ولو انت تعرف حد عنده العربيه دي يا ريت تشيرها معاه، لان الموضوع فعلا مكلف على الفاضي. انت لو هتغير قطعه غيار محتاجه او يا سيدي حتى هتفيدك مفيش مشكله، حتى لو انت دفعت ثمنها من غير ما تكون انت محتاجه تتغير مفيش مشكله. ليه؟ لان هي مثلا زي مضخه ما غيرتها بدري، غيرتها اقول مفيش مشكله، هيجي لها يوم وتتغير لك. انا النهارده رايح ادفع فلوس كتير قوي على حاجه اساسا ما عطلتش، طب ليه يعني؟ ليه ده كله؟ بسبب ان واحد مش عارف يشيك العربيه مظبوط. فيا ريت تاني تشوفوا النقطه ديت مهمه جدا، وحاول برضو لو حد بص، مش فاكر انا كنت منزل الهوز دوت قبل كده في فيديو ولا لا، احاول برضو انزل مكان الهوز دوت فيه اللي بكلمكم عليه، بس يكون الوقت في الصبح عشان اعرف اصوره لكم يكون بوضوح. تمام، فلو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناه. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.